من جديد صباح الخير، صباح الأمن والأمان والطمأنينة لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لليوم. يمكن المنخفض الجوي بلش من امبارح وساعات بعض الظهيرة لحتى نعرف موضوع الطقس وكيف رح تكون المنخفض، كيف رح تكون الهطولات بمحافظة اللاذقية. رح يكون معنا السيد ماهر حسن مدير مركز الباسة بالأرصاد الجوية. يسعد صباحك أستاذ ماهر. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ ماهر. يسعد صباحك. المنخفض بلش من امبارح، يمكن بدا يعني تقريبا الساعه 3، لقيمت مستمر وكيف راح تكون الهطولات باللاذقية؟ نعم، اليوم تعبر الجبهه المنطقه الساحليه، لذلك تنخفض درجات الحراره انخفاض ملموس لتصبح ادنى من معدلاتها بحوالي 3 الى 5 درجات مئوية، ويستمر الطقس غائم ماطر مصحوبا بالعواصف الرعديه وزخات من البرد احيانا، كما تكون الامطار غزيره في بعض المناطق مسببة السيول في الأودية والمنحدرات. تضعف فعالية منخفض الجوي غدا مع استمرار الطقس غائم ماطر على فترات يومي الاثنين والثلاثاء، وأيضا يستمر الطقس حتى نهاية الأسبوع غائما جزئيا مع بقاء الفرصة أيضا لهطل الأمطار خفيفة ومتفرقة. الرياح السطحية تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر المتوسط ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 15 وصغرى 12، المنطقة الجنوبية عظمى 17 وصغرى 8، المنطقة الوسطى عظمى 14 وصغرى 7، المنطقة الشمالية عظمى 15 وصغرى 7، والمنطقة الشرقية عظمى 17 وصغرى 10. طبعا طقس غائم ماطر في جميع المناطق السورية. بالنسبة لكميات الهطول المطري من مساء يوم أمس حتى صباح اليوم، سجلت في اللاذقية 19 ملم، صنفي 38، كسب 28، المزيرة 22، الحفي 30، القطيلبية 17، وادي قنديل 11، مطار الشهيد باسل الأسد 15، القرداحة 25، وبشلامة 36 ملم مطري. يعني الغزارة، غزارة الأمطار بالمنطقة الساحلية عندنا اليوم، غدا تضعف الفعالية ويستمر حتى نهاية الأسبوع اعتبارا من يوم غدا غائم ماطر على فترات أمطار متقطعة. يعني أستاذ ماهر، كيف كانت الهطولات لهذه السنة؟ هل كان موسم مطري جيد؟ خلينا نقول فينا نعتبر هذا الموسم. هلا مقارنة بالموسم الماضي لا، يعني على سبيل المثال يعني هلا حاليا الهطول في محطة اللاذقية 596 ملم، بينما يقابله بالعام الماضي بنفس اليوم 858. مثلا في كسب 600 ملم لهذا الموسم، الموسم الماضي في نفس اليوم 1146، المزارع 630، المقابل بالعام الماضي 1294. يعني على العكس تماما، لا العام الماضي كان افضل بالنسبه للامطار تماما. بعد الاربعاء او بعد الخميس رح يرجع درجات الحراره ترتفع ونشوف مرتفع جوي ممكن؟ رح ترتفع درجات الحرارة، يعني تصل إلى معدلاتها أو أعلى بشيء قليل، ولكن لا يوجد مرتفع جوي. يعني كما ذكرنا يبقى الطقس غائما جزئيا، وتبقى فرصة هطل الأمطار لهطل الأمطار خفيفة ومتفرقة حتى نهاية الأسبوع يعني، ولكن الغزارة هي اليوم. في تحذيرات ممكن نوجهها للمواطنين خلال فقط من السيول في مناطق المنخفضات يعني في الأودية والمنحدرات خلال اليوم؟ أكيد منا السلامة للجميع، وأكيد نتشكرك على اتصالك معنا وتزويدنا بمعلومات الطقس. أستاذ ماهر حسن، يسعد صباحك مرة ثانية. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك سيد أستاذ ماهر حسن.